نحمي أصحاب الحسابات ونحمي الناس اللي يتأثرون في حالة وجود مخالفة، وليش المخالفة تستوجب العقوبة. يعني جاتنا شكوى من بنت، أوكي، استخدمت مادة يعني أعلن عنها أحد الحسابات وصادها يعني مشكلة جلدية خطيرة. نبحث عن الحساب، الحساب غير معروف وغير مرخص وما له يعني حتى وجود نعرفه. وأخيرا من اللي تحمل اللوم؟ تحمل اللوم ان احنا ما قاعدين نوعي الناس ان ترى عشان يكون الحساب ذي قابل للإعلان وقادر انه هو يعلن، قادر انه هو يقدم هاي الخدمة، يجب انه هو يكون مرخص وموثوق ومسجل، مرخص انه يعلن ايضا مواد طبية او مواد تجميلية. هذه كلها اوجه القصور اليوم نواجهها، وفي ناس متضررين منها. في ناس يصورون ابنائهم اطفال بطريقة سيئة جدا وتنشر، ما في حساب لهم. هل هذه مقبول؟ هل هذه تبون ان العقوبة تكون غير رادعة؟ هل هذه يأثر على جيب المواطن ولا على مصلحة المواطن وصحة المواطن وأمن المواطن في كينونته؟ وفي أعتقد النظر من زاوية ضيقة جدا لهذه المواد التنظيمية تضر مصلحة المجتمع.